بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين. بداية شكرا لموقع zeocity.net على هذه الزيارة لملحقة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق. مرحبا بكم وأشكركم على هذه التغطية وعلى هذه الاستضافة. اليوم بغينا نتوجههم من خلال هذه الاستضافة، بغينا نتوجهوا للحرفيات والحرفيين ديال مدينة زيو باش ناكدوا لهم على انه الملحقه ديال غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق بمدينه زيو هي اليوم كتقوم بالدور ديالها كاملا من اجل يعني قضاء المآرب ديال الحرفيات والحرفيين على مستوى مدينه زيو. وبهذه المناسبه اهيب بجميع الحرفيات والحرفيين باش يلتحقوا بالملحقه من اجل تسجيل انفسهم في السجل الوطني الحرفي. ومن خلال التسجيل ديالهم في السجل الوطني الحرفي، من طبيعة الحال أن الوزارة في 30/6 في هذا الشهر، في آخر هذا الشهر الجاري، غادي بطبيعة الحال يعني تدفعهم لصندوق الضمان الاجتماعي باش غادي يكون عندهم التغطية الصحية يعني والحماية الاجتماعية. هذه التغطية الصحية اللي غادي تكون عندنا في سنة 22 غادي يكونوا جميع الحرفيات والحرفيين كيستافدوا من سلة الاستفادات في صندوق الضمان الاجتماعي بحالهم بحال أي موظف سامي ديال الدولة، وغادي يأديو 135 درهم شهريا على هذه الاستفادة، بحيث أنه واحد العدد ديال الموظفين كيأديو يعني مبالغ حسب الرواتب الشهرية ديالهم اللي كتفوق 600 و700 درهم إلى آخره، وعندهم أنهم يمشيوا لجميع المصحات يعني الخصوصية وعند الأطباء الأخصائيين، كذلك يعني غادي يستفدوا من التخفيض في الأدوية. ويعني وفي سنة 23 غادي جميع الحرفيات والحرفيين اللي غادي يكونوا مسجلين بطبيعة الحال في السجل الوطني الحرفي ومسجلين كذلك في الضمان الاجتماعي غادي يستفدوا على يعني حساب وليداتهم، غادي يستفدوا من التعويض على حساب الوليدات ديالهم، كل واحد غادي ياخذوا عليه 300 درهم شهريا. يعني في حدود 5 ديال الاطفال غادي كل صانع تقليدي يعني يستافد ب 100 يعني ب 1050 درهم. ولذلك فالوكاله مفتوحه والموظفين مره الاشاره باش يشرحوا للناس اكثر. فعلى جميع الحرفيات والحرفيين كاين تسجيلات الحمد لله، كيجيو الاخوان وكيتسجلوا كياخذوا الشواهد ديالهم من الوكاله ديال الغرفه. المهم اليوم هذه الوكاله اللي تفتحت في مدينه زيو وكذلك اللي تفتحوا واحد العدد ديال الوكالات في باقي المناطق في الجهه الشرقيه، بحيث اليوم عندنا في الجهه الشرقيه يعني من بعد الاستحقاقات كانوا 4 ديال الادارات على المستوى ديال الجهه، كان الناظور وكان بركان وكذلك وجده وكانت بوعرفه، يعني 4 على 8 ديال الاقاليم. اليوم عندنا 11 على 8 ديال الاقاليم. كل جميع الاقاليم ديال الجهه الشرقيه اليوم فيها وكالات، كاين اللي راه كتشتغل كاين اللي راه في طور يعني تجهيزات وبعض الاصلاحات، خاصه بحال الدريوش اللي باقي فيها الاصلاحات وان شاء الله غادي تبدا في الاسابيع المقبله. كرسيف ان شاء الله غدا او بعد غدا غادي تكون ان شاء الله كتشتغل. توريد راه خدامه هذه مده. فيكيك حتى هي كذلك راه يعني اوبيراسيونيل كتقوم بالدور ديالها. احفير كيقوم بالدور ديالو. اذا اليوم عندنا 11 يعني نقطه يعني في جميع العمالات كاين ملحقه ديال الغرفه، غير انه كاين بعض العمالات اللي فيهم جوج بحال مثلا الناظور، كاين الناظور وزيو، بركان كاين كذلك بركان واحفير. عمله فيكيك بوعرفه كاين دابا الان الفرع اللي كان قديم في بوعرفه واليوم تزاد فرع في فيكيك، كاين كذلك جراده وكاين توريرت وكرسيف والدريوش. اذا اليوم عندنا 11 الاداره على 8 ديال الاقاليم. اذا هذا كتدخل في سياسه القرب، في سياسه تقريب الاداره من المواطنين. فبهذه المناسبه كنشكر السيده الوزيره اللي مشات معنا في التوجه ديالنا وعطات الترخيص باش نفتحوا يعني الى صح التعبير كانوا جوج ديال الوكالات مقررين في الولايه السابقه منها زيو والاخر والكرسيف، ولكن كانوا عاد ما يعني ما كيشتغلوش، ومشات معنا السيده الوزيره زدنا 5 ديال الوكالات في ان واحد في هذه الولايه في هذه 7 شهور اللي بعد الاستحقاقات. اذا هذه الفروع كلهم فيهم الموظفين
اللي كيسجلوا الحرفيين في السجل الوطني الحرفي، وفي نفس الوقت كي ياخذوا جميع المآرب ديالهم، يعني الشواهد ما يحتاجونه سواء في التدرج المهني او في التأطير او في التكوين او في البطائق ديالهم. إذن هذه مناسبه كنشكركم مره اخرى zeocity.net، وكننهب بجميع الحرفيات في مدينه زيو. كاين الاخوان اللي تبارك الله عليهم الحرفيين كلهم اللي كنعرفهم كيمارسوا تسجلوا، والحرفيات والحرفيين اللي كيمارسوا حتى في الديور وحتى اللي ما عندهمش المحلات فمن حقهم يجيو يتسجلوا. إذن هذه مناسبه باش مره اخرى اهيبوا بجميع الحرفيات والحرفيين باش يلتحقوا بالوكاله ويسجلوا انفسهم، لان هذا الورش ملكي، ورش مهم جابته الحكومه اللي غادي يكون طبيعة الحال الحرفي عنده الحمايه الاجتماعيه، عنده التغطيه الصحيه، وغادي يكون يعيش في كرامه، وعنده التقاعد، وعنده يعني التعويض على الابناء. فهذه مناسبه اللي كنا صراحه هذا الورش كنا او هذا المطلب كان مطلب قديم جدا ديال جميع الاحزاب السياسيه والنقابات والجمعيات المهنيه وجميع الحرفيين، اليوم تحقق بالفضل العنايه الكبيره ديال جلاله الملك. شكرا لكم.